أخبار اليوم. جدا العظيم الأستاذ جمال الوطاني رحمه الله، كان لي الشرف إن أنا أتعاون معاه في يعني في أوائل الألفينات في أخبار اليوم، كان لي الشرف إن أنا أكون رئيس تحرير أخبار الأدب، وكنت أنا ماسك إعلانات الأخبار في الوقت ده. تعلمنا منه كتير في الحقيقة، تعلمنا منه الهدوء ورجاحة العقل والعمق وال عايز أقول الوطنية الشديدة جدا. ف مش عايز اقول مش هنعوضه لان دي كلمه تقيله قوي، انما عايزين نقول ان دي اراده ربنا سبحانه وتعالى، وروح معاه، وان مش بالضروره ان الانسان يعني يبقى عايش بجسده بس، انما هو اكيد يعني من القامات والهامات الوطنيه اللي اثرت في نفوسنا جميعا واثرت فينا كلنا كمصريين. وانا على المستوى الشخصي هي معاه ذكريات اكثر من رائعه، بندعو له بالرحمه وبنقول ربنا سبحانه وتعالى يعني مصر زاخره بابنائها، وان شاء الله يعني يعوضنا عن هذا الراحل الكبير والمفكر والوطني، وانا لله وانا اليه.